اتفضل، كلمنا عن الانتخابات النهارده. من الصبح حضرتك قاعد هنا من الصبح؟ تمام، قاعد من الصبح هنا، موجود متواجد من الصبح الساعه 7:30 الصبح. تمام، والاقبال على الانتخابات اقبال جميل جدا، شباب ورجاله وحريم وناس كويسه، يعني بسم الله ما شاء الله ناس كويسه لغايه دلوقتي، الناس مقبله على الانتخابات بحاجه جامده جميله جدا. و هل شفت حالة من الرشاوي او كده؟ لا، مفيش حالات من الرشاوي، كل حاجة امان، وهنا الحكومة تمام 10/10، رجالة الشرطة والجيش والدنيا حلوة زي الفل من الصبح لغاية دلوقتي، مفيش اي كلام خالص. تمام، طب تتوقع بكرة هيبقى في زيادة عن اعداد النهاردة ولا؟ لا اكيد، 1000000%، لان اللي انتخب النهارده بيشجع اللي ما انتخبش، هينزل بكره ان شاء الله الانتخابات، بكره هيكمل بقيه الايه الناس كلها، والناس كلها هتبقى محببه انها تيجي تنتخب بكره، الناس وضعها جدا كويس، ما فيش اي اختلاف خالص.